والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. واحدة من ضمن إمكانيات جافا سكريبت هي جملة كونست أو كونست ستيتمنت. وكلمة كونست الدي كي ورد، يعني كلمة من ضمن الكلمات اللي ليها دلالة ومحجوزة في جافا سكريبت، زي كلمة فار، زي كلمة فانكشن. إلا إننا بنستخدم كونست دي في إن إحنا نعرف بيها فاريابل معين. يبقى كمان أنت ممكن تعمل ديكلاريشن للفاريابلز باستخدام كلمة كونست. جميل. ما أنا كان ممكن برضو أعمل ديكلاريشن للفاريابل باستخدام كلمة أخذناها زمان كان اسمها كلمة فار. إيه بقى الفرق ما بين الاثنين؟ هنحاول نوضح الفرق ده، بس قبل كان لازم نقول هي كونست دي بتعمل إيه بالظبط. خلينا نقول وركز معايا إن الفاريابل اللي انت مستخدم كلمة كونست معاه في الديكلاريشن عنه راح تحصل له حاجة غريبة جدا بعد ما تعمل له ديفايننج بقيمة معينة. ايه الحاجة دي؟ الحاجة دي يا جماعة انك مش راح تقدر تعمل له ريديفايننج مرة تاني ابدا، ولا راح تقدر تغير في القيمة بتاعته طول ما السكريبت شغال. خليها في بالك انك ربما تحتاج للخاصية دي وانت بتبني البرنامج بتاعك. احيانا بتحتاج ان قيم معينة لفاريابلز معينة تفضل ثابتة في السكريبت مهما حصل. نجرب بقى الامور ده بمثال. خلونا نكتب كلمة كونست وماي نيم. وانت طبعا احنا عرفنا الموضوع بتاع التسميات. انا طبعا عشان بعرف كونستانت فكل حروفي كانت عبارة عن ابر كيس، وبيساوي انا هسند له قيمة، هنسند له مثلا قيمة علي، وهفنش الامر واكتب جمله استدعاء دوكيومنت وثقه انسخها اسهل بكتير. دوكيومنت ترايت ونمسح الكونتنت اللي جوه والنادي على الكونستانت ماي نيم، كنترول سي كنترول في، نعمل سيف. هيتم استدعاء اللفظ علي. حلو خالص خالص كده، مفيش فرق ما بين فار، ها لو انا عملت فار بس مش عايز اكتبها، يعني انت عارف بس كده مفيش فرق ما بين فار وما بين كونست لان هما الاثنين بيستدعوا لي متغير. طب ايه اللي راح يحصل بقى لو انت حاولت تعمل ريديفايننج للفاريبل ده؟ يعني ايه؟ يعني هتروح تقول والله ماي نيم بيساوي الرقم 6، ها، وعمل سيف. هو كتب لك قيمه علي، بس بصراحه يا جماعه مش ده اللي حصل، بس ده حصلت حاجات تانية كتير. واحنا من ضمن الحاجات اللي حصلت ان لو انا صحيت الفانكشن دي، وانت هتاخد بالك الفانكشن دي يا جماعه كل قصتها انها تكتب لي كلمه هلو وتاخد لي سطر فوق كلمه هلو. هل فيها مشكله؟ الكيورد فانكشن، الاسم مكتوب، في امر مكتوب، استدعاء الفانكشن، السيمي كولنز بتاعي مظبوطه، لكن الفانكشن ما اشتغلتش ليه؟ الفانكشن ما اشتغلتش ليه؟ الفانكشن ما اشتغلتش علشان السطر ده موجود. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا لو وصلت الفانكشن، لو وصلت السطر ده الفانكشن تشتغل؟ طب ما تيجي نجرب كده ونشيله بكت ونعمل سيف. الفانكشن تشتغل. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت تاخد بالك كويس خالص وانت بتستخدم جملة كونست في التعريف عن المتغيرات او عن الثوابت اللي في الفاريبلز اللي انت راح تستخدمها في السكريبت بتاعك. الغلطة في السكريبت لو انت عملت ديفايننج لكونستانت ورحت جيت عامل له ريديفايننج مرة تاني، السكريبت كله هيوقف. فاخد بالك من النقطة دي. ده الجانب. الجانب التاني بقى يا جماعة بخصوص الفرق ما بين كونست وفاريبل. يعني دي قلت ان فاريبل ان كونست مش راح تسمح بتغييره، لكن فاريبل تسمح. اثبت لك. خلونا نكتب مثلا var، وعشان نمشي مع المعايير هنكتب كلمه my ودي نيم. حلو. وندي لها القيمه علي. ولما نيجي نستدعي، خلينا نكتب my دي مظبوطه. لما نيجي نستدعي الفاريبل اللي اسمه my name ده، بالاول خلينا نقوم من فانكشن، يعني مش عايزينها تاني خلاص، هنعمل كنترول اس. لما نيجي نستدعي ماي نيم هيستدعي لي علي، ها جميل خالص. لكن برضه لو انت عملت الفانكشن دي بكنترول سي ورحت قلت والله لا مش عايز ماي نيم، انا هغير علي واخليها ساره مثلا، وتعمل سيف، هتلاقي ان الكونتنت اتغير وبقي ساره. يبقى ايه؟ يبقى فار بتقبل ان الكونتنت يتشينج، بتقبل ان المحتوى بتاعك يبتدي يتغير، مع الاحترام الكامل لمسألة ترتيب تنفيذ الكود. يعني ايه؟ يعني انا لو شلت var ده وعامله كنترول اكس ورحت حطيته تحت الدوكيمنت، ايه اللي هيحصل؟
هيتنفذني كلمه علي، ان هو السكريبت جالي كده، جالي فار ماي نيم علي، بعدين دوكر من دوترايك ماي نيم علي. طب انا لو قلت له ماشي، لو انا حاولت اخد السطر ده بقى بيه وحطيته مره ثانيه تحت بيست، فهيكتب لك اه ده انت فار ماي نيم ساره، وراح هيكتب لك فار ماي نيم ساره. الله، طب انا لو عملت فار ماي نيم ثاني الاقي فار ماي نيم ثاني ساره، يبقى اخر اسم هو اللي بيفضل متخزن فين؟ في الفار ماي نيم. يبقى ماي نيم دلوقتي بيجي فيه اسمه قيمته ساره، لكن لما انت كنت معرف علي ومستخدم جمله استدعاء فهيستدعي لك اللي محجوز عندي انا في ذاكرتي كبراوزر. رب يكون مفهوم واضح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.